لقت شقيقتان مصرعهم في حريق شابة داخل منزل بقرية نصارى التابعة لمركز ديروت. تلقى اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اختار من مأمور مركز شرطة ديروت يفيد نشوب حريق في منزل بقرية نصارى بدائرة المركز، وبالانتقال الإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين أن الحريق بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز أثناء عمل الخبز. وأسفر الحريق عن وفاة كل من إيمان عين عين 21 سنة وأسماء عين عين 16 سنة واحتراق أثاث المنزل، وتم السيطرة على الحريق وتحرر المحضر بالوقعة وجاري العرض عن نيابة العامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم يا رب.